عارفينها سايق. اصبر يا صمو. ولا اكني اتكلمت. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد نضرب ده مع بعضينا. ليه كده يا سيد ترمي النعمه؟ ليه كده يا اخي؟ شش اثبت. دور يا صمو دور. اطلع ورا التاكسي اللي هيطلع دلوقتي من هنا. ليه انت ما حسبتوش ولا ايه؟ ده مين الناس دول يا سيد؟ اطلع وراه. ماشي. ما انت لو مش مستهيفنا يا سيد وبتعرفني على نوع المهمة عشان كل مهمة وليها سويتها. يا ابن اسكت بقى. اسمع مني، انا بص هطلع قدامهم وحتة امريكان اروح معرض العربية وبالمط وانزل اثبتهم لك واجيبهم لك واحد واحد. بيتك سنينك، انت ما اتكلمتش وانت صغير؟ اوعى يزوغوا منك. يزوغوا مني ايه بس يا سيد؟ احنا سايقين في ابو ظبي، ده احنا لو بنسحب على رجلينا هنجيبه. اللي يشوفك يا سيد وانت بتزعق لي يقول ان احنا هنطرد ناس فجرة نسيت في الزمالك، ايه العشوائيات دي وايه الموسى دي؟ استناني هنا لحد ما ارجع لك. ماشي يا سيد. بيت. ايوه. بقول لك انت شغاله هنا بقالك قد ايه؟ 4 سنين ونص تقريبا. طيب ما تعرفيش حد كان شغال هنا اسمه عجمي؟ عجمي؟ اه. ده كان شغال فين؟ فين ازاي؟ يعني في اي قسم في القريه. مش عارفه، ممكن الامن، السكرتاريه. بصي بدل ما تحيري نفسك، عارفه مستر اكرم عبد الواحد بتاع شؤون العاملين؟ اه طبعا. عدي عليها يجيب لك من الاخر، هو اكيد عنده بيانات كل الناس اللي كانت شغاله هنا. طب ميرسي يا وديت. الو الو. ايوه يا سيد. سيد سامعني؟ انت فين؟ الو. الو. ممكن اعرف مين الراجل ده يا مدام؟ تعملي ايه في شقته؟ ده علي يا اخويا. اوكي. يا علي. وبتنده من جوه دي تبقى امي. الناس اللي شفتهم برا دول عيلتي. ده البيت والحاره اللي انا اتربيت فيها. ودول اهلي اللي سلم منعني عنه. 90,000 جنيه اللي انا سحبتهم من البنك، قلت ان انا جبت بيهم خاتم اللي سألك عليه، كان علشان امي هتعمل عملية قلب مفتوح. اديك شايف ما معهمش 90 جنيه، مش 90,000 جنيه. طب وسالم دي منعك ليه؟ ده كان شرط يوم ما اتجوزني عشان ينقذني باللي انا كنت فيه. وايه اللي كنت فيه؟ يا مدام استني بس. يا مدام ما ينفعش كده. ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه؟ استاذ ابو اليزيد بيه، انا نجوى رمضان من طرف ايوه
طب من فضلك استني بره لما اخلص اجتماعي مع الباشا. بره ايه واستنى ايه؟ انت لازم تسمعني. تنام شوفي حاجه تفوقها، شاي قهوه اي حاجه. انا مش عايزه شاي ولا قهوه ولا باكينام، انا عندي مصيبه ولازم تسمعني. حاضر حاضر، بسرعه يا باكينام. انا شفتك فيها يا بنت قبل كده، جيتي المحل شكلها كده عندها مشكله. ما تشوف مالها دي. نخلص شغلنا الاول، كنت شربت لها حاجه وفات من اللي هي فيه. انت مش شامم ريحه الخمره اللي ملت المكتب؟ هو الشغل يعني هيطير؟ اما امر غريب يا اخي، الذوق بيقول لك ليدز فيرست. ليديز وفيرست؟ انا فجاه لقيته في طريقي، ما اعرفش لقاه منين، وقبل ما فرمل راح طاير على كبوت العربيه وقع على الارض. وفجاه لقيت ناس كتير قوي حواليا، رحت راجع مرشدير بالعربيه على الكباريه وكلمك عادل بيه عشان تشوف لي حال. كباريه اللي انت بتجيلنا فيه كل شويه، ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ هنشوف هنشوف حل ان شاء الله، بس انت اهدي كده وعشان تبقي كويسه. باكينام ورقه وقلم بسرعه، هتكتبي لي مكان الحادثه بالتفصيل، وبكره ان شاء الله تطلع على الشهر العقاري تعملي لي توكيل عام بالقضايا باسمي عشان اعرف اترافع عنك. حاضر باكينام. أنا كتبت لك العنوان، الكباريه بقى أنت عارفه يا أخويا. عارفه عارفه. تقدري تتفضلي دلوقتي وهستناكي بكره بالتوكيل. ماشي. قلتك بعافية يا زوق. اتفضلي. طيب يا أبو الأزيد، هفوت عليك بكره عشان نكمل كلامنا. ما أظنش. تحت أمرك يا باشا. أنا شايف إنك مش ممكن تسوقي وأنت في الحالة دي. يعني ممكن تعملي حادثة تانية. تسمحي لي أوصلك في الحتة اللي أنت عايزة تروحيها؟ أيوة بس يعني أنا عربيتي هسيبها لوحدها كده. ما هو أنا معايا السواق بتاعي، ممكن يسوق عربيتك ويمشي ورانا ووصلك مطرح ما أنت عايزة. أيوة بس أنا كده يعني هعطل حضرتك السواق. لا لا لا، أنا خلصت شغلي خالص، ما وريش أي حاجة. ممكن مفتاح العربية من فضلك؟ ماشي. خلي بالك دي غالية. طيب حاضر. فعلا خرجنا بعربيته بس ما وصلنيش على بيتي زي ما قال لي. دخلني على بار اول مره كنت اشوف مكان زيه، استغل اني ما كنتش في وعي وكمل عليا. انا خريجه معهد سكرتاريا دفعه السنه اللي قبل اللي فاتت، حبيت واحد زميلي في المعهد بس هو كان في سنه رابعه لما انا دخلت المعهد. بعد ما اتخرج بسنه جيت قدمني وطلب ايدي من اهلي، هما وافقوا عشان يرتاحوا من مصاريف.